هنريح من حضراتكم شويه من السياسه وزحمه الاخبار، وهنروح لموضوع فني كده، يعني باننا احنا رايحين ناحيه الويك اند وبرده الصيف بيحتاج منا شويه برده، يعني ان احنا يبقى في شويه ابداع وفن كده. النهارده معانا المصور العالمي خالد ابو الذهب اللي بيعمل معسكر تدريب صيفي لتعليم فن التصوير الفوتوغرافي لاول مره في مصر. ميزه المشروع ده او الورشه دي بانها اتعملت اكتر من مره في اماكن عالميه زي دبي وايطاليا ولندن والهند، وبتتخصص الورشه دي لتاهيل الاطفال من سن 5 لسن 9 سنوات، وكمان احيانا من سن 10 ل 17 سنه، يعني بدايه خلينا نقول زرع الفن في نفوس الاطفال. دي الاعمار كمان اللي لازم نركز عليها لو حابين نطلع نشء بجد حابب الفن ويغير ويطور، وفي النهاية برضو انت بشكل او باخر بتحارب كل تطرف او بكل اشكال. قبل ما كمان نروح، طيب قبل ما نرحب بضيفنا كمان هيكون معانا خبر مع نهوان. طيب احنا بس معانا قبل ما نبدا الفقره خبر عاجل، لانه خبر كمان مهم جدا محتاجين ان احنا نقراه سريعا على حضراتكم. للمره الثانيه بنقول ان خلال اقل من اسبوعين بتنجح مصر بالتعاون مع روسيا في التواصل لاتفاق هدنه بريف حمص الشمالي بوسط سوريا، حيث بيشكل هذا الاتفاق نجاحا مصريا جديدا بعد توقيع اتفاق الهدنه في منطقه الغوطه الشرقيه بدمشق، وذلك حرصا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقف إراقة الدماء في سوريا وبذل كل جهد ممكن للحفاظ على حياة السوريين. وكانت هنا مصر قد استضافت لقاءات جامعة الجانب الروسي مع ممثلين عن فصائل المعارضة السورية إلى أن تم التوقيع في على هذا الاتفاق، حيث سيبدأ وقف الإطلاق أو وقف إطلاق النار هنا اعتبارا من اليوم 3/8/2017، على أن يتم في ضوء ذلك إدخال المساعدات الإنسانية إلى ريف حمص الشمالي. خبر مهم جدا ونجاح عظيم للدبلوماسية المصرية، وننتظر إن شاء الله المزيد والمزيد في هذا الملف، ملف سوريا تعود مرة أخرى لكما كانت عليه وأفضل بإذن الله. بالتأكيد نجاح دبلوماسي كبير. لسه بقول بنريح من السياسة والأخبار الجادة، يعني بس أنا مبسوطة شخصيا طبعا من هذا الخبر. هدنا ليها أكيد هدف إنساني. مرحبا بضيفنا العزيز جدا، ومش أول مرة يكون معنا في صباح أونجا، معنا قبل كده وكانت فقرات مميزة جدا، وهو حقيقي فنان مميز مصري مش مقيم هنا لكن بيسافر كتير بين مصر ودبي ودول كمان أوروبية. خالد أبو الذهب صباح الخير عليكم، نورنا. صباح الخير، نورتنا. صباح الخير يا حسام، صباح الخير على جمهور مصر كله، وأنا بحييك والله على إصراركم إن يكون في دوز فني في ظل الزخم بتاع السياسة ده. ميرسي إن أنتوا بتتيحوا لنا الفرصة لحاجة زي كده. على فكرة هو مش بعيد عن انت لما بتزرع قيم فنيه أكيد وجماليه أكيد في الناس بتعود بشكل او باخر انه يطلع في حس فني وانساني، والقوى الناعمه دورها عظيم، مش بس طبعًا دور كده هامشي البعض بينظر ليه ان هو حاجه ثانويه، لا ده دور عظيم جدا وبيلعب دور كبير جدا في تحسين كمان الثقافه وتحسين الوضع والسياحه والاستثمار لبعض الدول. فيعني التفكير ذات نفسه، يعني انت عندك داعش واللي احنا بنعاني منه اليومين دول، كل وعي وتربية وتفكير ودين من الأساس من السن اللي احنا بنعمله المعسكرات ده. لو دول لقوا حد كان ينفث عن الهوايات بتاعتهم ويعمل لهم توجيه ويزرع فيهم فعلا قيم ومبادئ، ما كانش ده بقى حالهم. صحيح. فعشان كده انا فعلا من البداية صح. بالظبط، عشان كده انا فعلا يعني اخر 4 سنين انا مركز على موضوع شغلي، وعملنا التجارب دي مع دكاتره نفسيين ان احنا عندنا في مشكله في السن الصغير بتاع اربع، يعني انا بعمله من 4 سنين كمان 4 5 سنين، والسن ده ان احنا نعلمهم حاجه فيها تكنولوجي على طول، احنا بنقلل منهم ومن قدراتهم في السن ده، فبنوديهم يتعلموا رياضه وسباحه ومزيكا ورسم والحاجات دي مش قليله برضه، ولكن عندنا عدم الثقه في حته التكنولوجي عندهم. فانا قلت لا، هم يعرفوا اكتر من الاجيال كتير. انا فاكر الايباد اللي معاكي ده اول مره احتك، يعني كنت انا بره دبي وما لحقتش اجيبه، فبصور ولد هنا في مصر وعايز افتحه ما عرفتش، فلقيته هو فتحه وصدقني كان عنده 4 سنين. هم بيجيبوه من ابتدائي دلوقتي. بالظبط بيلعب. فبناء عليه انا اثريت ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يحصل للسن ده، لجأت لناس متخصصين دكاتره نفسيين
في ان هم يعرفوا ازاي المعلومه توصل للسن ده رغم ان هي تكنيكال. وعملنا دراسات يعني والحمد لله نجحت. عملنا المشروع ده مره واثنين وثلاثه، فعملناه في ايطاليا وفي الهند وفي لندن وفي تركيا وفي دبي البلد اللي انا عايش فيها. وقلت بقى نجيبه طبعا لمصر، يعني ان انا على طول براهن على مصر وعلى الطاقات اللي فيه. وفعلا السن ده اثبت لنا، يمكن هتشوفوا معانا الفيديوهات والصور. احنا ممكن واحنا بنتكلم كمان يا جماعه يا ريت تنزلوا لنا الفيديوهات والصور لان ده مهم برضه. اثبت لنا ان فعلا السن ده لو وثقنا فيه وادينا له الطرح بتاعه كما ينبغي هيطلع نتائج فعلا مختلفه. دي واحنا في الورك شوبس، واصريت كمان ان احنا ناخدهم في الاماكن الصحيه بتاعتنا ونعرفهم على بلدهم اكتر. فوجئت ان في اطفال منهم اول مره كلهم مصريين. فوجئت ان اطفال منهم اول مره يزوروا الهرم. اول مره يزوروا الهرم خالص. اول مره يزوروا الهرم. وطبعا معليك بقى مع نكمل المعلومات طبعا اللي مش موجوده يعني. فقلت يلا حاجتين مع بعض وتبقى حاجه كويسه. حلو ده. عشان ده سن البنى وده سن التاسيس زي ما انت قلت. وانا بؤمن ان المفروض مجهودنا كله يتصب للسن ده. طب دلوقتي مثلا واحنا بنتفرج معاك برضو على الصور، انت عارف دلوقتي كلنا معانا السمارت فونز، وحتى الاطفال الصغيرين معاهم السمارت فونز، كله بيصور بالموبايل. يعني ازاي بتخليهم يحاولوا يستفيدوا من الحته دي بقى، بس في حته خلينا نقول مور ارتستيك او فنيه اكتر، بحيث ان هو ممكن هو باشياء العاديه خالص يقدر يطلع عمل فني خلينا نقول. بص، هو اللي بيميز اي حد بيصور بالتليفون هو ان بيعرف يصور كويس بالكاميرا. اوكي. اوكي؟ وده الفرق بين لما حد مصور بيمسك التليفون ويصور صوره تقول حتى كمان هو ماسك التليفون بالظبط، ان هو بيتعمع التليفون ان هو كاميرا. بالظبط. فده الهدف ان احنا بنعلمهم تصوير. يعني السن ده بيتكلم بكنترول الكاميرا مانيوال. بالابريتشر والشاتر سبيد والايزو ويعملوا بورتري والكلام ده. فلما يمسك تليفون هو فاهم تصوير. فهيطلع صوره مختلفه تماما. فانت بتلعب على السكيلز بتاعته في الفوتوغرافي. عشان لما يمسك اي حاجه يعرف يطلع بيها برضو حاجه مختلفه. يعني ياخد البيسكس الاساسيه مش مجرد اوكي. يعني وبشكل تكنيكال، بتتكلم مع تكنيكال. ولكن طبعا بتغلفها بحاجه مثلا، يعني احنا جبنا الباركور تيم بتاع مصر، الناس الشباب اللي بينطوا وبيعملوا، خدناهم في حاجه برضه شكل مغلف او الموضوع نفسه بالظبط او مهم. في سن اربع سنين انا كنت بخش معاهم بلين كيدز اريا، لازم تخش معاهم انك تعمل جيم، الانفو بتتحط في جيم وبتدي ان انت تلعب بالجيم دي وتوصل لهم المعلومه. طيب خالد، انت عامل كمان ورشات عمل للاهالي، يعني الامهات والابهات، صح كده؟ بالظبط. هو انا لما لقينا يعني ورش عمل كمان للاهالي، ده شيء حلو. هو الفكره في حاجه ان انت النهارده انت واسرتك يعني لما بتشاركوا الاكتيفيتيز مع بعض ده بيكون شيء جميل. انا لقيت الفيدباك بتاع الاهالي ما شاء الله كان حلو جدا جدا، ولقيتهم بيقولوا دلوقتي بقى نعرف نشارك اطفالنا الهوايات بتاعتنا. انك لو شفت متوسط الاعمار دول الاهالي بتوعهم في سننا. اوكي؟ فبالتالي عندهم هوايه تصوير مثلا، بس مش عارفين طبعا يعملوا ده مع اطفالهم. فلقيتها بتتكلم معاها نفس اللغه بتاعتها. اوكي. فقلت لهم طب يلا، وهم طلبوا مني ان احنا نعمل لهم. طب ورش العمل ودي حاجه تريح الاهالي بالمناسبه. بالظبط. بس العدد قد ايه في ورش العمل دي؟ لا يخص للاهالي ولا لا للاهالي، يعني فيها اقبال ولا لا؟ احنا لسه فتحنا بعد ما خرجنا الاطفال. ابهاتهم وامهاتهم هم اللي سالوا يعني. حلوه الصوره دي. فتحنا ده واحنا في الهرم. فاحنا فتحنا بقى للاهالي كمان يجوا مع اولادهم، بحيث ان برضو الاسره كلها تبقى ملتفه. وجميل قوي انك تشارك اولادك هوايتك. انت عارف ايه الجميل بقى اللي انت بتعمله؟ اتفضل. ان انت مصري مش مقيم هنا بشكل دائم، لكن وشغلك مينلي في الخارج، لكن انت عايز او رجعت عايز تعمل حاجه لاهل بلدك. صحيح. ده أنا يعني انا مش بجاملك بجد، ده اللي احنا بننتظره دايما من المصريين بالخارج، اللي بينجحوا اللي عندهم فكر مختلف اللي اثبتوا نفسهم في الخارج، ان هم برضو حتى لو انت حضرتك هتفضل بره انت تيجي كده تعمل حاجه بس للبلد عندك ولو فترات كل حاجة. يعني أنا بشكل كده دوري. ميرسي ليكي قوي اللفته الجميله دي. انا اي بليف ان كل واحد لو عمل اللي عليه لمصر في مكانه هيتغير. صح. احنا 100 مليون. دبي عدد الامارات عدد الناس اللي فيها 9.8 مليون. عدد المغتربين اللي فيها 7.2 مليون. ال7.2 مليون دول مغيرين العالم كله. طب احنا في مصر لو خدنا من ال 100 مليون دول نص السبعه دول
3.5 مليون اشتغلوا بس كل واحد في مكان. عندك ثروه بشريه عظيمه. صدقيني والله هنختلف تماما. صح. ونصها شباب كمان. اه بالظبط، انت عندك طاقه شباب، بس احنا عندنا شباب للاسف اليومين دول معظمه محبط، مش مدرك ادواته، واخد بالك؟ يعني عمال بس باصص الاحداث اللي بتحصل، وعمال يدي موتيفيت هيم سيلف، عمال يخلي نفسه يحس باكتئاب اكتر. ولكن لو سابهم الكلام ده وركز في اللي ربنا مديهوله ونجح في ده، وكل واحد في منطقته، مصر هتتغير تماما، هنليد العالم يعني. انا بتفق معاك. فعشان كده باجي على طول مصر ومؤمن بالدور ده، وان شاء الله المره دي اطول كمان، قعد شويه اطول. كويس. ممكن نعمل فوتو سيشنز بقى المرات، بقى لنا 3 سنين بنتكلم في فوتو سيشن. لازم البرنامج يغطيه عشان نسبة انه حصل. بالتأكيد. طب انا عايز اسألك سؤال، برضو التعامل مع الاطفال غير يعني، وتعليم طبعًا. الاطفال غير طبعا، وبعدين برضو في تفاصيل علمية برضو في التصوير. طبعا شوية فيزيكس كده حلوة وشوية يعني طبعًا. فازاي بتعرف تتعامل معاهم؟ بص، هي اول حاجة تالنت. يعني انا بحب الاطفال بغض النظر عن اي شيء علمي، انا في حاجه بيني وبينهم كيمياء كده، مش فاهم لها تفسير يعني. ولكن علميا طبعا انت لازم تفهم هم بيفكروا ازاي. اكبر خطا بيقع فيه الكبار مع الصغيرين انهم بيقللوا من قدر فهمهم. لو شفت وانت قاعد في مكان وجنبك كده منطقه بتاعه الالعاب بتاعه الاطفال، شوف الاولاد، ركز معاهم، هتلاقي شخصيه الليدر وشخصية السهون وشخصية المنقاد، وهتلاقي شخصيات غريبة. وأول ما بابا ينده تلاقي لبس قناع الطفل وراجع تاني. صدقني هو عايش زي زيك، شايف وسامع. ممكن أوكي ما يعرفش يقدر الأمور، ولكن تفكيره وإحساسه وسامعك وأنت بتكلم مثلا مامته بتقول لها أصل الولد صغير ما تقوليش كده قدامه بصوت قال إيه يعني شوية واطي وهو مش سامعه. ده سامعه وليه واقع عليه، واخد بالك؟ فلا، فدي أول مدخل إن أنت تتعامل معاهم. أنا زي زيك، إحنا اتنين تفكيرنا واحد، تعالى بقى بناء عليه انا بثق فيك وهعلمك ده واوري لك ازاي انا بعمله. فانت بتشكل في وجدانه. يعني هو لو النهارده حلمه يطلع مصور فوتوغرافي، كان عندي ولد جه عنده 12 سنه اسمه زياد، فجاي فانا بساله انتوا جايين بتحبوا التصوير ليه؟ فزياد قال لي بص انا ما اعرفش، انا مامي هي اللي جايباني. وانا فقلت له طب زياد انا هعمل معاك ديل. قلت له هعمل معاك ديل دلوقتي، ماما جابتك كده كده الكامب، فتعالى شوف الكورس. والله لو ما عجبكش هيبقى عندك ايه اجابه تقولها لماما، لو عجبك اديك استفدت ضحك. فعملنا معاه. فالفكره ان النهارده الولد ما بيعرفش. حب جدا، ومامته يعني بعتالي ما شاء الله فيدباك قد كده، وانه كان مبدع بشكل فظيع. الفكره ان انت الطفل ما بيعرفش، هو بيسمع عن مصور فوتوغرافي. لما يشوفه عن قرب ويشوف شغله ازاي ويعرف ده بيحصل، يعرف يقرر في حياته انا عايز ابقى مصور فوتوغرافي ولا مش عايز. يعني انا مثلا، ما هو بره انت عارف اكتر ناس اجورا في التعليم ودكاتره اللي بيعلموا التعليم الاساسي مش اللي بيعلموا في الجامعه. طبعا. عشان هو ده المهم. طبعا. هو ده اللي هيبني الفكر اللي انت شايفه. غارس. يعني ما احنا العكس بقى يعني، لسه عندنا شويه لازم نروح الكليات. يعني طب انت ازاي ممكن من خلال اللي بتقدمه ده تلعب برضو على تغيير الثقافه شويه للاهالي؟ يعني انت بتقعد مع الاهالي وعامل ورش عمل ليهم، ازاي ممكن تلعب على الجزئيه دي ان انت لو لقيتي ابنك موهوب فعلا في اي مجال، احنا بنتكلم هنا على التصوير الفوتوغرافي، ازاي انا ممكن اقنعها ان على فكره مش لازم ابنك يبقى مهندس مثلا او دكتور او محامي علشان تكوني فخوره بيه، ممكن يكون فعلا تلاقي عنده تالنت وتقدري انك تساعديه ان هو يبقى مصور محترف بعد كده. ليه ما عندناش الحاجات دي؟ هي برضو وعي من ناحيتين. بالظبط. يعني في مدرسه في الهند بعتت للاباء قبل الامتحانات قالت لهم ما تشدوش على العيال، عشان ممكن ابنك ما يجيبش درجات الفيزياء وهيطلع لعيب كوره مشهور، وممكن ما يجيبش درجات في الانجليزي عشان هيطلع عالم فيزياء. شوف المدرسه بتقول ايه للاولاد. فانا بقول للاهالي نفس الموضوع، اسمعوا للاولاد، ما فيش حد هيعرف عيالنا اكتر مننا. انت قادره تقولي ابنك بيحب ايه وما بيحبش ايه؟ لو بيحب ايه ما تستصعبيش ده على ابنك. ياما قصص واحلام ناس جت من لا شيء. صح. صدقي بابنك عشان يصدق هو في نفسه. وبعد كده العالم هيصدقك، اديله الفرصه، ما تحجمهوش. انا شخصيا ما نشاتش في اسره بتستوعب ده، ولكن كانت امي فقط هي اللي مستوعباني. بس كان صعب ان الوالد عندنا في اي عيله لازم هو الليدر والمتحكم، فكان حاجات بقى من وراه والكلام ده. فبالك احنا النهارده احنا كمان كان المنتاليتي مختلفه. بالظبط. الدنيا صعبه انك يعني ايه هوايه يعني ايه فن يعني ايه رياضه يعني ايه ثانويه عامه.
انما النهارده الناس، طب هقول لك الناس النهارده بيودوا عيالهم الحمد لله اتلغت اهي، عندنا في تغييرات عظيمه جدا دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم وزير يعني خليني اقول معلش احنا كنا بنتمناه حقيقي، هذا الرجل قدر ان هو يتخذ قرارات مصيريه في هذا الملف. ننتظر المزيد والمزيد، واحنا هنتابع طبعا القرارات المصيريه اللي تم اتخاذها لان هيعمل نقله حقيقيه. ده اللي احنا بقى بنتكلم فيه، مش انا عايزه من خلال برنامجكم يهتم بالحاجات اللي بتحصل في التعليم اللي هو الخاص زي كده، المعسكرات التدريبيه، الكورسات، الحاجات دي، الحاجات دي هي اللي بره المدرسه وبره الجامعه هي اللي بتخليهم جوه ده يبقوا طبيعيين وصحيين وعارفين. عايز اقول لك المعسكر الصيفي يعني زمان كنا بنسمع كتير احنا رايحين معسكرات، فاكر لما كانوا بيدونا لكن حاجه مهمه جدا الموضوع ده يعني خلينا نقول اختفى، انحسر انحسر كتير قوي في السنين اللي فاتت. معظم الناس بتودي عيالها مش عايزه اوجع دماغ ادارات المدارس. والله معظم الناس بيودي عيالها يروحوا يلعبوا كوره، تمرين الكوره بتاعه بقى موضه. طب هو الواد بيعرف يلعب كوره؟ النادي الصيفي صح بيقول النادي الصيفي. طب هو الواد بيعرف يلعب كوره؟ تاكدت الواد. طب هو بيحب الكوره؟ مفيش حد من اصحابي ما يوديش عياله التمرين الكوره. اوكي مع احترامي للكوره مش قصدي من ان انا اقلل، ولكن كل عيالكم خلاص بقوا لعيبي الكوره. طب ما شفتش واحد بيقول انا ودي ابني مثلا ياخد كلاس مزيكا او يعمل حصه باليه او 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 الكلام ده. فلازم نستوعب اولادنا ونسمع ونشوف ونراقبهم هم بيحبوا في اتجاهاتهم ايه عشان نعرف نساعدهم ونساعد نفسينا بعد كده في التربيه بتاعتهم، وازاي نطلع فعلا فنان ناجح او حد ما يجيش يتقال في كلام في دماغه كلمتين ثلاثه بعد كده ونلاقيه ارهابي ولا نلاقيه مثلا حاجه مش كويسه للمجتمع. طيب احنا معانا معلش خالد انا هستاذنك لان خبر سوريا ده خبر هام جدا، وبنعيد مره اخرى يعني عمل عظيم جدا ونجاح عظيم للدبلوماسيه المصريه. معانا مين على التليفون يا جماعه؟ اللواء احمد عبد الحليم. معانا سياده اللواء احمد عبد الحليم استاذ العلوم الاستراتيجيه باكاديميه ناصر. سياده اللواء صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح النور. اهلا. اتفاق هدنه بريف حمص الشمالي بوسط سوريا، والنهارده هيكون في يعني اليوم الاول كده 3/8/2017 بنتكلم وقف اطلاق النار ونجاح للدبلوماسيه المصريه. خلينا نسمع من حضرتك سياده اللواء، اتفضل. هو الكلام ده كله دليل على نجاح السياسه المصريه، لان سوريا بالذات كانت تنقسم الدول حواليها على المستوى العالمي في الولايات المتحدة بتعاكس مش عايزة بشار الأسد، وكان روسيا الناحية الثانية بتؤيد بشار الأسد، والدول الإقليمية أيضا كانت تركيا في ناحية وإيران في ناحية، الدول العربية ده في ناحية وناحية. الدولة الوحيدة اللي كانت مصرة أن يكون الحل عن طريق الاتفاق الداخلي داخل سوريا نفسها هي كانت مصر. صحيح مليون في المية. وأنا شخصيا قابلت لا مليون في المية أنا بأكد كلام حضرتك. انا شخصيا قابلت مجموعه كبيره جدا من مختلف الفئات السوريه من حوالي سنه ونص او سنتين، قابلناها في مصر هنا في المجلس المصري للشؤون الخارجيه، وكان الكلام على ان احنا لن نتدخل الا حينما ما يرغب الشعب السوري شخصيا، لكن لن نفرض شيء على الشعب السوري ولا نقول اننا نريد فلان او لا نريد فلان، ولكن نحن مع ما يصل اليه الشعب السوري. هذا الكلام طبعا كان مجال شك لدول كثيره جدا منها الدول الكبرى والى اخره، لكن تبين لروسيا الاتحاديه على الاقل اننا نعني ما نقول، واننا ليس لنا مصلحه في امر ما، وان كل ما يهمنا هو سلامه الشعب السوري، هو امان الشعب السوري، وبالتالي فهم وصلوا معنا الى هذا الاتفاق. نعم سيادة اللواء، كمان اللي احنا فاهمينه انه المشاركة المصرية كانت بمباركة اقليمية وايضا بدعم روسي، وحلت مصر كبديل عن قوى اقليمية تانية كانت بتلعب دور رئيسي في سوريا، وبتكلم هنا على تركيا تحديدا، وبالتالي دي ايضا يعني خلينا نقول ضربة للجانب التركي بشكل او باخر. هو اللي انت قلته ده نقلة من المستوى الثنائي أو الرؤية الثنائية بيننا وبين سوريا إلى الموقف المصري فيما يتعلق بقضايا المنطقة. طبعا هناك الأدلة الكثيرة جدا على أن مصر تعني هذا الموضوع فيما يتعلق بالتحالف الرباعي مع البحرين ومع السعودية ومع
الإمارات في قضية قطر فيما يتعلق بقضايا أخرى كثيرة. تبين للجميع أننا بالفعل أن مصر بالفعل لا ترغب في انتصار المنطقة، وأن أحد أهدافها الرئيسية أن تهدأ هذه المنطقة حتى يمكن لنا جميعا أن نتقدم في المجال الاقتصادي والمجالات الأخرى الكثيرة. فطبعا الكلام ده كله بالوقت ثبت للجميع أن احنا لا مصلحة لنا فيما نتدخل فيه، وأن المصلحة الوحيدة التي نرغب فيها هي مصلحة الدولة والشعب الذي نتعامل معه، وأن الهدف الأهم هو الهدف الإنساني. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء أحمد عبد الحليم، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بأكاديمية ناصر وعضو المجلس. يعني هي دي السياسة المعهودة، السياسة المصرية المعهودة، وعدم تدخل تماما في شؤون أي دولة أخرى. يعني المفروض أن الشعوب هي اللي بتقرر مصيرها، ومصر أكدت ده أكتر من مرة أن الأزمة السورية ستحل عن طريق أبنائها. على كل حال إحنا قدامنا تقريبا 50 ثانية يعني أو بس معلش أعتقد إحنا على كل حال في النهاية لا خالد بجد لا عمل رائع، ميرسي ليك أنت أن أنت بتيجي تعمل حاجة زي كده للمصريين وكمان للجيل الجديد اللي هو في المستقبل هو اللي هيكون عليا أنا القائد في المجتمع وبلدي يعني مصر طبعا. دول أولادي وإخواتي يعني. شكرك جدا يا خالد. شكرا جزيلا. وزي ما نقول التعليم في السرق النكش على الحجر، فيا جماعة انقشوا في أذهان ولادكوا الفن بدل ما حد تاني ينقش حاجات تانية. نشوفكم بكرة بإذن الله.